وصراحة عشان انا دائما كنشوف مباريات ديال اتحاد العاصمة، كنشوفهم وكنت كنشجعهم وكنعرفهم، وفريق كيبقى كبير متصدر كيلعب على الألقاب دائما، لا داخل الجزائر ولا برا على الجزائر. جيت لهذا الفريق ان شاء الله كنتمنى نعطيه إضافة ان شاء الله، ونكون عندنا حسن ظن لا داخل النادي ولا الجماهير ديال اتحاد العاصمة ان شاء الله. وحنا كانت عندنا نظره على هذا اللاعب، وعارفين باللي كان معار للفريق في الامارات، وكان عنده شعبيه كبيره ومؤهلات كبيره، وكان عندي اتصال كذلك مع ناس تقنيين، منهم بادو زاكي، منهم النيني في المدير الفني للفرق الوطنيه اللي كان ينشط عنده، اللي كانت عندنا توصيه كبيره، ويعني لو بروفيل كي كونفيان للفريق هذا. وهذا كذلك موش بمجرد كلام، يعني المناجر العام هو اللي راه، لكن كاين طاقم الفني على حسب الحاجيات اللي ممكن تشغل في الفريق في هذا الشوط الثاني. La sua crescita è stata veramente esponenziale negli ultimi anni. Per quello sarà anche difficile, credo, per il Napoli riuscire a tenerlo. غلام هو من بين أحسن اللاعبين في العالم، الأقوى يقول في منصبه، يلعب في فريق هو الأفضل الذي يطبق كرة قدم أجمل في أوروبا رفقة فريق مانشستر سيتي. يتحدث طبعا عن نادي نابولي، يقول أيضا بأنه اندهش حقيقة بالتطور السريع الذي ميز مسيرة فوز غلام مع نادي نابولي في الكالتشو في دوري قوي جدا، ويقول بأنه صعب جدا أن يتخلى نابولي على لاعب بحجم فوز غلام.